اهلا بيكم معانا لقاء جديد. رزق ورزقكم النهارده حلو قوي مع كوتش متميزه من كوتشز كون. النهارده رزقنا معاكم مع كوتش منى سليم، كوتش مبهجه جدا، مريحه جدا، حقيقيه جدا جدا الحقيقه. هنتعرف عليها اكتر النهارده في لقاء كوتشز كون. وتفضلي منى، عرفينا بنفسك. حبيبتي يا كوتش نهى، يعني تسلمي على المقدمة الحلوة الجميلة دي من ذوقك. يعني ربنا يعزك، انت اللي جميلة ولما بتتكلمي بتتكلمي من القلب. انا كوتش منى سليم من أكاديمية كون. درست الكوتشنج بصراحة يعني في كذا مكان، بس لما دخلت أكاديمية كون حسيت ان الكوتشنج في كون مختلف خالص. يعني الكوتشنج في كون طريقة حياة، او ازاي ان انا اكون انسان حقيقي اعيش بإنسانيتي، مش ان انا اكون كوتش يعني استخدم ادوات معينه او احفظ شويه اسئله اسالها للعميل او اتعامل ازاي مع العميل في الجلسه، او حاجات كتير قوي بتتقال في حتت كتير. حقيقي ده يعني أكتر حاجة بتميز كون وصحبة كون وأكاديمية كون واللي احنا اتعلمناه. وده بيخليني أسألك أكتر يا منى عن مفهوم القبول. فكرة القبول بالنسبة لك معناها إيه؟ القبول عندي يعني الفكرة كملت عندي أو فهمتها أكتر أو تعايشت معاها وعشتها لما دخلت الكون فعلا، لأن اتعلمت يعني إيه إنسان. دي الإنسانية بقى اللي أنا بقولك عليها. الإنسان ده قيمة كبيرة جدا، يعني هو المخلوق من نفخة روح ربنا فينا، فأنا فيا روح ربنا، فأنا فيا كل الجمال والحاجات العظمة والإبداع، يعني روح ربنا. في إيه أعظم من كده؟ في إيه أقدس من كده؟ جميل. فأنا لازم أقبل نفسي الأول بكل ما فيها، حلوها، الحاجات اللي أنا حاسة إن أنا عايزة أشتغل عليها، أتصالح مع نفسي، أقبلني بكل ما فيا، وأحاول من إن أنا أطور من نفسي وإن أنا أطور من وعي لمصلحتي برضو الأول عشان أتصالح مع نفسي. وانا مين بقى؟ يعني انا مين يا انسانه ضعيفه ان انا اتعامل مع الناس بعدم قبول؟ فيعني اذا كنت انا محتاجه ان انا اقبل نفسي الاول، ولما اشتغل عليها واقبلها، فانا قبل العالم كله وقبل الناس كلها، وقبل زي ما هقبل مميزاتي وعيوبي، انا من الرحمه ومن الانسانيه بنفسي ان انا اقبل غيري، اقبل الاخر بمميزاته وعيوبه. كمثلا عميل عنده مشكله في حاجه وهو فعلا مأثر على اللي حواليه بسببها، فيعني انا مش شغلي خالص ان انا ادخل في التفاصيل دي او ان انا احسسه ان هو عنده مشكله او لا، ده من باب الرحمه ان انا اتقبله كما هو. انا بس ببقى زي يعني مرايه ليه كده، هو بيشوف نفسه فيها، بتكون مرايه صافيه وشفافه كلها قبول وكلها رحمه وكلها يعني كأنه بصص لنفسه في المراية كده، بس بيشوف فيها الحاجات اللي هو ما بيشوفهاش لما يبص في المراية. جميل. فلو مفيش قبول منك للطرف اللي قدامك، مش هتقدري لا تستقبلي ولا ترسلي ولا تديله رزقه ولا تاخدي منه رزقه. اللي انتي اثرتيه ده يا منى، يعني انت ربطتي فكرة القبول بفكرة الرحمة. وفعلا يعني زي ما احنا اتعلمنا ان في علاقة كبيرة قوي ما بين الفكرتين، ان رحمتي لازم تكون من خلالها ان انا اتقبل كل التنوع اللي في الشخصيات من حواليا، ايا كان تنوعهم ده بيختلف معايا او بيتفق مع معاييري ومع معتقداتي مع افكاري ولا لا. فانا عايزاكي تكلمينا اكتر يا منى، ازاي انا يعني اقدر ان انا اوظف فكرة القبول دي، اقدر اوظفها في علاقتي مع الناس المختلفين عني، خصوصا لو الناس دول ناس قريبة مني. انت عارفة طبعا بيحصل في رحلة الوعي ان بيحصل اختلاف ما بيننا، بنحس بعد الوعي ان في اختلاف ما بيننا وما بين اقرب الناس لينا. ازاي نتعامل مع اقرب الناس لينا بقى برحمة وقبول بعد الفرق اللي حصل في الوعي ما بيننا وما بينهم؟ هو الفرق اللي بيحصل في الوعي فعلا بيعمل اللي حوالينا خضه. الناس بتتخض وتقول لك ايه ده، انت اتغيرتي، انت ما بقيتيش انت. فايه اللي يخليني اقدر اتعامل مع الحاله دي؟ ان انا اكون عندي قبول ورضا
وعارفه كويس قوي ان انا كنت في المرحله دي قبل كده. انا جميل لما جيت اتغير ولما جيت اخش مرحله الوعي، انا نفسي نفسها جوايا مسكتني شويه وخوفتني وخلتني متردده، وكان عندي زي بيقولوا كده ايه، مضاده، حاجات مضاده ان انا اكمل في رحله الوعي، وان انا حصل لي لخبطه، فما بالك بقى بالناس اللي بره. فانا لما بوصل لمرحله ان انا، احنا طبعا الوعي مراحل كتيره ما بتخلصش، انت كل ما جميل بتخلصي مرحله بتخشي في اللي بعدها. فطول ما انت ماشيه بتتقبلي التغيير وتتقبلي الناس، بحس بقى ان الناس دي اللي ما جالهاش الرزق ده اولى بان انا اتقبلهم اكتر، وان انا اتعامل معاهم برحمه اكتر، لان هم ما خدوش الرزق ده. يعني بحس ان هم فعلا معذورين، هم في حاجتين جواهم، يعني هم شايفينك اختلفتي فهم مخضوضين من ده، وهم جواهم مش عارفين ده انت صح ولا هم اللي صح. وبيبقى فيه زي، عارفه زي ما بيبقى فيه كده ايه، مشاحنه جوه، بيتحسوا هم مش شوية. قادرين يتقبلوكي. وبعدين الناس في الطبيعي كلنا كنا بنبقى في منطقه الراحه مرتاحين، أكيد لكن لما بنيجي نحس ان احنا هنخرج براها بنعمل دفاعات، واحنا كويسين واحنا الدنيا كويسه، احنا مش محتاجين والكل تمام، والمشكله عند التاني مش عندي. فهم طبيعي طبعا يبقوا كده، فانا محتاجه ان انا اتقبلهم اكتر، وان انا اتعامل معاهم برحمه اكتر، وابقى عارفه ان هم في مرحله انا كنت فيها قبل كده. جميل. يعني فكرة احتواء الناس اللي حواليا، وان انا فكرة كمان ان انا كنت في المرحلة دي قبل كده، فلازم دايما ان انا اعذر اللي قدامي ان انا كنت بمر بالمرحلة دي في يوم من الايام، وطبيعي جدا ان ده بيحصل لهم. دايما السيدات او المرأة هي اللي بتهتم بمجال الوعي يمكن اكتر شوية من الرجل، نظرا للمسؤوليات اللي بتبقى عليه. فالست دايما، حتى زي ما احنا شايفين، الست دايما هي اللي بتبقى ماشيه في طريق الوعي بشكل اسرع، فبيحصل دروب ما بين الطرفين. ازاي الست تقدر ان هي تتعامل مع الزوج اللي بيكون هو اقل وعي شويه او في مرحله معينه من الوعي، من باب القبول والرحمه؟ القبول والرحمه طبعا هي الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، ان هي هتبقى عارفه ان هي عدت بده، وان هي ربنا من عليها برزق هو ما اخدهوش، وهتعذره و و و لكن هي هتتعامل بقى معاه ازاي؟ هي دي النقطه. بص، احنا لما بنحط الرحمه والموده وكل تعاملاتنا مع اي حد، سواء زوج اولاد ام اخوات اي حاجه، سبحان الله، بالنيه، اول حاجه ان احنا نظبط نيتنا. جميل. ضبط النية ده بيخلي، بيسهل الأمور جدا، وسبحان الله ربنا بيفتح الواحد وبيحس إن هو بيوصل لحتة ما مش هي ما كانش متوقع. أولا نظبط النية على إن إحنا بنتعامل برحمة وبإنسانية، ودي أول حاجة. إن الحاجة التانية إن أنا أحاول أشركه معايا بطرق مش مباشرة، يعني مش تعالى اسمع تعالى أحضر ده أنا عرفت كذا، لا، أخليه يشوف الحاجة الحلوة اللي أنا بقيت فيها، وطريقتي في التعامل تنعكس عليه هو، ان انا بقيت بتعامل معاه برحمه وبسعه صدر وبرفق وموده. هو لما هيشوفني انا احوالي اتغيرت للاحسن هيحب إن هو يقول لك اه كملي كملي في اللي انت فيه ده، هو محتاج، محتاجك كده تحسني علاقتك بيه. كل ما هيحس ان انت بتتعاملي باحسان وموده ورحمه، كل ما هو هيحبك تكملي في اللي انت فيه، وواحده واحده هيحب يسمع مع الوقت. الرفق واللين بقى، الرفق واللين والاحسان، تظبطي نيتك على ده، والله بيفتح ربنا من عنده. خليه يشوف فيكي الإنسانة الحلوة الكويسة اللي بتتعامل مودة ورحمة وإنسانية، فأكيد عمره ما هيتضايق منك، ولا أكيد هيبقى محتاج إن هو يسيبك تكملي، وهيبقى مبسوط منك إن أنت ماشية في حاجة زي كده، أو إن طريقتك اتغيرت معاه للأحسن. إحنا مشكلتنا إن إحنا لما بنوعى وبنوعى غلط بنخش في بنتغرب. الناس غلط، بنتغر ونخبط فيهم، اصلا انتوا مش عارفين، واحنا اللي اتعلمنا، واحنا ده عكس اللي انا كنت بقول لك من الاول، الانسانيه والرحمه واللين. ده بقى اللي انا اتعلمته فعلا، اكون تمام. اني اكون انسان. يعني سبحان الله، كل الحاجات دي ربنا قالها لنا في القران والسنه، فعلا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والرفق واللين والهداوه. فاحنا لما هنتحلى بالصفات دي، احنا بني ادمين وهننسى وهنقع، وممكن يحصل مواقف ما نبقاش فيها زي ما احنا عايزين، بس اللي بتقعدي بقى تراقبي نفسك وما تحاسبيهاش، طبعا انت بتراقبيها عشان تفهميها، كل ما تفهميها وتستحضري النية تاني، فبتحسي ان اه لا، ده انا الموقف ده كان المفروض اعمل فيه كذا، فتستدرجي بقى اه اتعامل فيه برحمة ازاي، اتعامل فيه بإنسانية ازاي.
فسبحان الله كل ما بنبقى بنتعامل بالنوايا دي بيكون كل ما النتائج والفتح من عند ربنا فظيعة. فعلا يعني كل الكلام اللي انت قلتيه فعلا انا بتفق معاكي فيه، ان يمكن هو غرور الوعي ممكن هو اللي يكون بيبوظ العلاقات بشكل كبير جدا. والإيجو كمان اه بالظبط، هو يعني هو لما حد بيحس بنفسه قوي ان هو عالي، سواء راجل او ست، يعني ان هو عالي وبقى يفهم اكتر وبقى يفهم احسن، فده ممكن يبقى له مردود عكسي في مواقف كتير مع اقرب الناس، لان هما بيبقوا محتاجين فعلا ان يشوفوه قدامه اختلف في رحمتهم، في رحمته بيهم، فده اللي هما محتاجينه، ان هو يكون اكثر استيعابا واكثر احتواء واكثر رحمة. ده اللي احنا اتعلمناه في كون ان هو ايه، يعني احنا مهما اتعلمنا احنا ما اتعلمناش، يعني اذا كنت تظن انك تعلم فانت لا تعلم. فأنت لا تعلم فعلا فعلا. فالتواضع، فالتواضع يعني احنا نتواضع وان احنا نكون بنتعامل بطبيعتنا، لا نتكلف ونلبس وشوش ولا نستخبى ونخبي حاجات، لا احنا بطبيعتنا اساسنا الانسانيه والرحمه والرفق والموده، وما يبقاش عندنا التحكم والسيطرة والفرد والحماية الزايدة يعني لا، إن إحنا ننسجم ونتناغم مع ونستسلم لله والعظمة خلقه. ونعم بالله فعلا، هو القبول أي إنسان من حوالينا، سواء إنسان قريب سواء بعيد، قبوله بحب واحتواء ورحمة، هو ده مفتاح لنجاح العلاقات كلها، مش العلاقة مفتاح الزوجية القلوب. بس. آه حقيقي. فيعني أنا متشكرة ليكي جدا جدا يا منى، بجد أنت نورتي عندي حاجات كتير، ويا رب كل الناس اللي حبيبتي يا معانا جميلة، يعني نكون قدرنا ان احنا بالفيديو البسيط ده ان احنا ننور حاجة في حياتهم عن فكرة القبول وفكرة الحب وفكرة الرحمة والاحتواء ما بين الزوجين او في العلاقات بصفة عامة. شكرا لك يا منى، انا استمتعت شكرا يا باللقاء معك جميلتي، أنا جدا، استمتعت معاكي قوي، دايما وانا يا رب كمان متألقة ومنورة كده وجميلة، جميلة حبيبتي جميلة يا رب. جميلة.